محملين بالوثائق مسلحين بالمواد الدستورية، عاد النواب من أعضاء وغير أعضاء من اللجنة إلى لجنة الإعلام والاتصالات لمناقشة ما جرى في مبنى الاتصالات في العدلية. حضر الوزير المعني وغاب الوزير المعتكف والمدير التابع له. مداخلات قانونية من الجانبين أسفرت عن عدد من الخلافات. قدم وزير الاتصالات شرب النحاس قراءته لما حدث في وزارته، طارحا سؤالا شكل مادة طروحات مجمل نواب فريقه السياسي: ماذا في الطبقة الثانية من وزارة الاتصالات؟ إذا في ما عديت صار لها أربع سنين جاي لهون، وهي مدة حياتها الطبيعية 5 سنين أو 6 سنين بالأقصى، نصها بعده بالكراتين ومش عم يستخدم لشيء، ونص الثاني عم يستخدم ل 15 شخص، يعني عم يستخدم لمشي. كان بدها 400 مسلح بين مدني وعسكري ينزلوا يعملوا هالقصه كلها. ان كان عم نبني على اساس انه ايه بس ما طول عمره هيك، بس كان عكس القانون، منكون عم نقر بالامر الواقع. نحن لا نقر كطرف سياسي وبكل شرف ضمن مسؤولياتي الدستوريه ك وزير في حكومة تصريف أعمال، لن نقر بمنطق فرض الأمر الواقع، لا لن نقر بأنه ما في حسابات للمالية العامة من شي 20 سنة وطول عمرنا عم نعمل هيك، لا نقر أنه هودي المصريات تبعود البلديات خلينا نضل نسطي عليهم ما طول عمرنا عم نعمل هيك، لا، مش لأنه طول عمرنا عم نعمل هيك صار العرف مقبول. العرف دا يكون مقبول ما لازم يكون منازع. إن الأعراف الملتوية كالتي ذكرتها هناك من ينازعها ونحن ننازعها. ما كانت هذه المعدات أحضرت عام 2007 بعد قبول الهبة، كيف خلال أربع سنين كانت موجودة بالوزارة بدون علم الوزير خلال مراحل؟ كانت موجودة في الوزارة بوصفة تجهيزات استقدمت لغايات التدريب. النائب مروان حمادي الحاضر من غير أعضاء اللجنة قدم دراسته القانونية ومرتكزها أن أوجيرو هيئة مستقلة. هل المداخلة القانونية بتعني أن التدخل اللي صار من قبل فرع المعلومات، وإن كانت الصلاحيات مثل ما تحدثت فيها خلال المداخلة، هل التدخل هيدا هو تدخل يعني يجوز؟ المبنى وهذا الطابق بالذات والهبة الصينية وفق مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ومرسوم نافذ هي في حوزة أوجيرو، فأوجيرو فيها تطلب حماية هذا المركز إلى أن يصدر قرار مجلس وزراء يغير الجهة التي تستفيد من هذه الهبة. يعني حق لفرع المعلومات معالي الوزير، ما عم نحكي عن فرع المعلومات. أنا كمحام وكنائب بعتبر أنه المبادئ الأساسية للدولة اللبنانية قد جرحت لا بل اخترقت فيما حدث بموضوع الاتصال بموضوع العدلية. استاذ مروان حمادي ايضا كان عنده مداخلة بالاتجاه المعاكس، يعني هل كمحامي، خلينا نسألك كمحامي، اللي قدمه النائب مروان حمادي حتى لحظة خروجك عن موضوع أوجيرو وعن موضوع صلاحيات الوزير، هل هذه مسألة قانونية فعلا؟ هذا عم يحكي اتصالات. وفي الاجتماع الذي دام 5 ساعات ونصف ساعة تمترس الجانبان حول وجهتي نظر فريقيهما. نقاش إن صح وصفه لم يخلو من تلاسن وإشكالات بين الزملاء الخصوم، حتى خرج رئيس اللجنة لإعطاء التقرير النهائي. هل صحيح أنه ما كان في شيء؟ هذا الأمر كنا حابين نحن نعرفه، لازم نعرفه ومطلوب أنه نعرفه. كان في اقتراح بتشكيل لجنة فنية متخصصة، طبعا اللجنة تشكلها الوزارة، وجرى نقاش مستفيض، لكن كما هي العادة بلبنان نختلف على جنس الملائكة، نختلف على جنس الملائكة، لأنه رح نطلع نحن من هون وبعد الهواجس والأسئلة هي ذاتها. ماذا في المبنى في الطابق الثاني؟ شو هي التجهيزات؟ مين عم يشغلها؟ كيف كانت عم تتشغل؟ كانت عم تتشغل ولا ما كانت عم تتشغل؟ صار في اقتراح لكن اختلفنا، مش اختلفنا يعني، في صلاحيات للوزير باختيار أعضاء هذه اللجنة، وانه نحن كلجنه اعلام واتصالات بنتمنى انه تكون من الهيئه المنظمه من أوجيرو ومن وزاره الاتصالات. صار الاختلاف
من يعين العضو من هيئة أوجيرو؟ المدير العام ولا الوزير؟ طبعا تحدثت أنه لم تحصلوا على إجابات، فمين هي الجهة التي مفترض أن تعطي الإجابات وشو هي الوسائل لحملها أن تعطي؟ نحن كنا نتأمل نخرج باتفاق كأعضاء لجنة وكقوى موجودة بقلب هاللجنة على اللجنة الفنية اللي هي اللي بتعطينا الأجوبة. بالنهاية نحن مننا مختصين بهالتقنيات، في تجهيزات يا كانت عم تشتغل يا ما كانت عم تشتغل، في شبكة كاملة. هيدا مين بيعطينا الجواب؟ بيعطينا الجواب لجنة فنية متخصصة. مين هي الجهة الرسمية المعنية بقطاع الاتصالات بلبنان؟ هي وزارة الاتصالات. ما اتفقنا على طبيعة على شغلة محددة قلت ذكرتها، لذلك اليوم وزارة الاتصالات بتقدر هي تقدم للرأي العام وللمجلس النيابي إذا عندها تحقيق فني تقني علمي دقيق ما هي حقيقة هذه الشبكة. أنا قدامي هون قرار لمعالي وزير الاتصالات في حينه الأستاذ جبران باسيل رقمه 448/1 وتاريخه 20 نيسان 2009، عنوانه تعديل القرار رقم 83/1 ومضمونه وضع خطوط خليوية جديدة في الخدمة. إن وزير الاتصالات بناء يقرر ما يلي: المادة الأولى يعد القرار رقم 83/1 تاريخ 27/5/2008 وتوضع في الخدمة المجموعة التالية من الأرقام الخليوية من الرقم 76.1.5 إلى الرقم 76.1.5 وذلك بدلا من المجموعة من الرقم 70.5.5 إلى الرقم 70.5.4.9.3 لصالح هيئة أوجيرو. حأكرر، لصالح هيئة أوجيرو بهدف استلام المعدات الخلوية موضوع الهبة المقدمة من الحكومة الصينية وتركيبها وتشغيلها ويبلغ للجهات المعنية. حماية من مين؟ لأنه كان في معلومات وتبين أنها صحيحة أنه كان في نية لفتح البواب والاستيلاء على المعدات وتسليمها. لا الدولة شيء والوزير شيء تاني. من قبل الوزير، الدولة بدأ قرار مجلس وزراء، ما بيتصرف الوزير لوحده بدون ما يرجع لمجلس وزراء. بكل صراحة هيدا تعدي على صلاحيات مجلس الوزراء بهالظرف الصعب سياسيا. دكتور عمار فوري فعلا هلا القضاء بيقول وانت بتحول شيء للقضاء ما في مشكله. هذا امبارح حكيه على الاعلام طبعا مش بقلب قلنا قرانا في وسائل الاعلام انه الوزير حياخذ الى هذه الجهه او تلك وطلبنا تفسير بس مش اكثر. الوزير للاسف يعني وسمعنا انه كثير كلام ما بيفرق بين الوصايه والامره، عنده مدراء عامين عنده بالوزارة بيقدر يمارس عليهم صلاحية الإمرة وفقا للقانون، مثل ما عنده مدراء عامين منهم أوجيرو ما بيقدر يمارس عليهم صلاحية الإمرة بيمارس عليهم صلاحية الوصاية. لم يخرج المجتمعون باتفاق نهائي على الرغم من المقترحات المتعلقة بلجنة فنية أو لجنة تحقيق برلمانية. بالنسبة إلى نحاس وفريقه لم يتلقوا الإجابة عما تخفيه أوجيرو ولم يعاقب ريفي، أما فريق عبد المنعم يوسف فخلص إلى القول إن مدير أوجيرو لم يخالف القانون. مشهد جديد لخلاف غير مستجد مسرحه مرة جديدة لجنة الاتصالات، وفي بلد الخلافات المستمرة حتى الدستور يبدو قابلا للتأويل، وفي المدى المنظور لا أثر لأي حلول. من ساحة النجمة أوغاري دانداش، قناة الجديد.